شو 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 شروق؟ يا عيون شروق. يا الله بسيح أنا بعد أسيحي يا شروق. صراحة أنا يعني بعد ما فكرت وفكرت وزدت فكرت خلاص قررت إني أخطبك على سنة الله ورسوله. Oh my God, I can't believe it. تخطبني أنا؟ أيوة. ليش عندك أي مانع؟ لا ما بش أي مانع. بس يا عدولة إحنا لسه ما نعرفش بعض تمام. يا حبيبتي يا شروق يعني فترة الخطوبة نتعرف على بعض أكثر. أنت تعرفيني وأنا أتعرف عليكي ندلع بعض أكثر. يا شرشر يا حبيبة عمري. بس يا عادل I have one question please. What this? ممكن أسألك يعني؟ Okay of course. أنت لابس دبلة في يدك اليسار يعني أنت متزوج؟ هادي؟ لا يا شيخ هادي بس أنا حاططها عشان أكسر عيون البنات اللي طالعوا فيها عشان لا أحد يطمع فيها. أنا قلبي ما طمع إلا في إنسانة واحدة في الحياة. شوفي قاعد يدق ما يقول بوم يقول شرو 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 شرو. بس يا عادل أصلا يعني إيش فيكي أنت خلاص أنت وافق أنت موافقة ولا في عندك أي اعتراض؟ أنت بس أعطيني رقم أبوكي أنا حكلمه وأخذ منه موعد ونروح نزوره وأطلب يدك منه. داد بابا صحيح أبي مات من زمان ما قلت لكش. هو أبوكي مات زمان ولا نقرأ الفاتحة عليه دحين؟ لا زمان. طيب خلاص أنت مو قلتي لي قبل كده إنه لك أخوك الكبير هذا موجود أطلبك منه. أخي الكبير حسام. واسمه حسام؟ حسام مسافر نستناه لما يجي. مسافر بيجلس مدة طويلة. سافر ايش اسمها هدية فرنسا. اصلا ماي براذر متعود كل السنة يقضي الصيف في اوروبا. يور براذر يقضي الصيف كل سنة في اوروبا؟ ما شاء الله والله اخوك هذا باين عليه بطران كل سنة في اوروبا. خلاص انا اقول لك نخلي الموضوع لين يرجع حبيبي اخوك من اوروبا.